فبيطلع من عندنا من اولادنا او اولاد اولادنا، يطلع منهم ابطال، ويطلع بطل جمهوريه، ويطلع بطل منطقه، ويطلع بطل مش عارف افريقيا وبطل. ولكن لما يطلع بطل العالم فده مثل يعني هديه ربنا بيديها لنا، مفيش احسن من كده. حبيبه، عارفين حبيبه؟ لو ما تعرفوهاش فهي بطله العالم تحت 19 سنه وعندها 15 سنه، شرفتنا ونورتنا وخلتنا مش عارفين نقوله ايه. انا اتمنى بس ان كنادي احنا نشجعها ونقف معاها عشان تفضل بطلة العالم، لان مفيش حاجة بعد كده. انا بتشرف ان اول رئيس كرمني في نادي سبورتينج كان انكل احمد حمادة، وان شاء الله يعني احاول احقق اللي حضرته يعني حققه للنادي والبطولات اللي هو حققها. شكرا. والله يعني انا بحلم، اتهالي احلامي يعني جميله وجت وحصلت وتمت، ولكن طبعا لازم عشان نكمل لازم في تحسن وفي جمال اكتر وفي التزام اكتر وفي حب وعطاء للنادي اكتر. واحنا الحمد لله مبسوطين ان مجلس الاداره بيحاول وبيطلع ابطال اجمد وافضل واحسن من الابطال بتوع زمان. انا شايف ان النادي ده يعني احلى نادي في الجمهوريه، ونتمنى انه يفضل احلى نادي في الجمهوريه، وان الناس تحبه وتدي للنادي بدل ما يطلبوا ان ياخده بس. بحلم ان نادي سبورتنج يكون احسن واحسن، ويبقى فيه مراكز وبطولات اكتر، وان شاء الله يعني الباسكت زي كل سنه ياخد الدوري، وفي سكواش عندنا لعيبة كويسين قوي وجامدين يحققوا مراكز اكتر.